بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء، المرحلة الثالثة قسم إدارة الأعمال، مادة الإدارة المالية، المدرس المادة دعاء أديب. إكمالا للمواضيع السابقة، اليوم موضوعنا يتكلم عن الكشوفات المالية والتحليل المالي. في البداية نتعرف على الكشوفات المالية التي هي عبارة عن تقارير مالية يجرى إعدادها بصيغة معينة وفق قواعد وأسس محاسبية ومالية متعارف عليها. وهذه التقارير تتضمن بيانات مالية يمكن اعتمادها للكشف عن أداء المنشأة التاريخي واتخاذه أساسا للأداء في المستقبل. أنواع الكشوفات عندنا المالية اللي هي أولا كشف الدخل والميزانية العمومية وكشف الأرباح المحتجزة. أهميتها طبعا الكشوفات المالية تتضح أنها تجعل المصطلحات المالية والمحاسبية مألوفة للقارئ، وهي عبارة عن مقدمة لمواضيع مالية متقدمة. والأهمية الأخيرة اللي هي نقدر نستدل منها على مصادر أموال المنشأة واستخداماتها على أنها أداة مهمة للتخطيط المالي وتقييم الأداء المالي. بالبداية نأخذ فكرة عن الميزانية العمومية التي هي تسمى أيضا المركز المالي. تبين الميزانية العمومية الوضع المالي للمنشأة في نهاية الفترة التي عدت بها. الميزانية العمومية طبعا مثل ما أخذتوها بالمراحل السابقة هي عبارة عن جزئين، اللي هي جزء يخص الموجودات وجزء المطلوبات وحق الملكية. الموجودات اللي تتضمن موجودات متداولة وثابتة، المتداولة عبارة عن نقد ومديونين، حسابات مدينة ومخزون. أما الموجودات الثابتة اللي هي عبارة عن المباني والمعدات. والمطلوبات أيضا عبارة عن مطلوبات متداولة نقدر نسميها قصيرة الأجل ومطلوبات طويلة الأجل. والقصيرة الأجل تتضمن عن أوراق الدفع والمستحقات. أما المطلوبات طويلة الأجل اللي هي عبارة عن سندات. أخيرا نأخذ حق الملكية اللي هي رأس المال اللي تتكون من أسهم عادية وأرباح محتجزة. أما بما يخص كشف الدخل، واللي نسميه حساب الأرباح والخسائر أو ما يخص الجانب التشغيلي للمنشأة، وتقدير مالي يلخص إيرادات ونفقات المنشأة. الفرق بين الإيرادات والنفقات من صافي دخل أو خسارة، يتبين منه التدفقات النقدية للإيرادات والتكاليف خلال فترة زمنية وعادة ما تكون سنة، واللي يتكون عن إيرادات يطرح منها البضاعة المباعة ينتج عنها مجمل الربح، ننقص منها مصاريف التشغيلية اللي تتضمن رواتب الإيجار، مصاريف تسويقية ومصاريف إدارية والاندثار، ومجموع المصاريف التشغيلية ينتج عنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والربح التشغيلي، ننقص منها قيمة الفوائد يطلع لنا الأرباح قبل الضرائب، وبعدها إذا طرحنا الأرباح قبل الضرائب من قيمة الضرائب نستخرج صافي الربح أو هو الربح قابل للتوزيع. أنهي محاضرتي وياكم إلا التحليل المالي، نبدي به بالمحاضرة القادمة بإذن الله.